أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي قد جف ماء الصبا من غصرك النظري يا دوحة غادرت أصدافها فعلى فما
ساعد الله قلب الصدق ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر ما كنت آمل أن أبقى وأنت على وجه الصعيد ضجيع الصخر والحجر ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلة فجري مرملا يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاق الفراق ضما بني تقضي على شاق الفراق ضما والماء وأشربه صفوا بلا كدري إذ قلا أتمنيت يا ابني يحك يسرد ابياناك والدهر خيبني إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله ما يرفع صوته والصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية تتحدث عن واحدة من أهم الأهداف التي جاء بها الأنبياء والرسل ألا وهي إقامة العدل وتوسع في معنى العدل ليشمل القيم الإنسانية بشكل عام والقيم الدينية. والنبي صلى الله عليه وآله وهو الخاتم
جاء وتمم مكارم الأخلاق. لكن هنا يطرح تساؤل أنه كيف يمكن أن يسود العدل في المجتمعات الإنسانية بشكل عام طالما أن هناك نوازع للشر موجودة في داخل الإنسان، وهذه النوازع تمنع الإنسان من إقامة العدل، تجعل صاحبها يعتدي على الآخرين ليصل إلى مآربه إلى أهوائه ويلبي رغباته وشهواته حتى لو كانت على حساب حقوق الآخرين. فكيف يمكن للأنبياء أن يقوموا بهذا الدور مع وجود هذه النزعات التي هي في داخل الإنسان؟ في معرض جواب عن هذا التساؤل، أولا كما ذكرنا في الليالي السابقة، صحيح أنه يوجد نوازع للشر داخل الإنسان، خلقت مع الإنسان، ولكن أيضا في نفس الوقت خلق الله سبحانه وتعالى نوازع نحو الخير، أمور تدفع الإنسان نحو ممارسة الخير والعدل، ألا وهي الفطرة، العقل، الضمير، وربما يعبر عن الضمير بالنفس اللوامة. نحن بنعبر أحيانا بيقولوا إن الإنسان فعل فعلا تستقبحه الفطرة أو العقل أو الشريعة يؤنبه ضميره، وهذا بنعبر بيقول والله أنب ضميره، هذا هو تعبير آخر عن النفس اللوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى داخل الإنسان. وقلنا بأن حياة الإنسان أشبه ما يكون بمعركة، كل إنسان يخوض معركة، من جهة يوجد نوازع للشر ومن جهة أخرى يوجد نوازع للخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال أيضا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا أمر لا ينكر أنه يوجد نوازع نحو الشر كما يوجد نوازع نحو الخير، وهنا يكمن سر هذا المخلوق الإنسان، بحيث إن تغلب نوازع الخير على نوازع الشر سمى الإنسان ووصل إلى الكمال وارتفع فوق مستوى الملائكة. لكن إذا انهزم في هذه المعركة وتغلبت نوازع الشر على نوازع الخير ينحط ويصبح أدنى من الحيوان. من هنا في الدرجة الأولى ينبغي على الإنسان، وهذا ما قام به الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات حتى يقيموا يؤدوا هذه المهمة وهي الوصول إلى العدل. فللإجابة عن هذا التساؤل كيف يصلون إلى هذه الغاية مع وجود نوازع للشر، الجواب أولا يوجد أيضا نوازع للخير. فماذا يكون دور الأنبياء؟ الوعظ والإرشاد، بمعنى تقوية نوازع الخير حتى تصبح أقوى من نوازع الشر لتتغلب عليها. يعني مثل ما بنعبر لضمير ميت، شو بتعمل في الموعظة؟ تحيي هذا الضمير. لقلب ميت، مواعظ الأنبياء تحيي هذا القلب، تجاهد النفس، تجعلها نفس مزكاة. فهذا نظريا هو الدور الأول للأنبياء، وعادة هذا الأمر يتم على الوعظ. حتى من يمارس الوعظ بعد الأنبياء والرسل، ما هو الوعظ الذي يمارسه الوعظ؟ يأتون بشيء من القرآن الكريم وأحاديث النبي والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم لكي يحيي هذه القلوب الميتة ويحرك الضمائر
هذا هو الوعظ. الوعظ حياة القلوب. أحي قلبك بالموعظة كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يذكر الإنسان بحقيقة هذه الحياة وأن نهايتها الموت كما تحدثنا في الليلة السابقة. وكفى بالموت واعظا. الموت لوحده إن تذكره الإنسان فإن نوازع الشر تقف عند حدها وتقوى نوازع الخير عند الإنسان. أيضا يوعظ الإنسان بأن يذكر بأنه خلال هذه الحياة التي يعيشها يوجد ملائكة يدونون في كتاب لك سجل الأعمال، يدونون فيه كل ما تفعله سواء كان كبيرا أم صغيرا، خيرا أم شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض الناس يفاجئون يوم القيامة. أولا سبب تفاجئ بعض الناس ما هو؟ خلال هذه الحياة يرتكبون الكثير من الذنوب الصغيرة ومع الوقت تنسى هذه الذنوب. يعني لو واحد عمله شيء جريمة كبير يظل متذكرها، سرقوا شيء مبلغ كبير يظل متذكره، لكن إذا سرق مبلغ صغير أو غيبة من هنا هدية من هنا مع الوقت ينساها. يفاجأ يوم القيامة أنه صغيرة إلى جنب صغيرة، يجد أن هناك كم هائل من السيئات الصغيرة جمعت ودونت في هذا الكتاب. شو بتقول الآية؟ يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاجأ. أيضا يفاجأ بماذا؟ يرى موبقات وذنوب دونت في سجل أعماله وهو لم يرتكبها. هذا الأصعب. بيتفاجأ. هو شريك في دماء فلان، في غيبة فلان، كيف هيك؟ هو لم يشارك. هم لا نلفت للشكل أنه كما أن الجوارح تدون أفعالها، أيضا هناك أمور قلبية. يعني مثلا من أحب قوم حشر معهم، ومن أحب فعل قوم أشرك فيه معهم. قد يصدر الفعل من الغير لكن أنت تحبه تصبح شريك. إذا كان خير تكون شريك في الخير عادة، إذا كان سيئاً تصبح شريك في هذا الأمر السيء في الإثم. هذه مسألة خطيرة ربما لا يلتفت إليها بعض الناس. ويوجد شواهد وهذه تحتاج لوحدها إلى حديث خاص، لكن على سبيل المثال إذا أردنا أن نعطي بعض الأسئلة أو بعض الأمثلة. إن الذي عقر ناقة صالح رجل واحد، لماذا نزل العذاب على الجميع؟ سئل المعصوم عليه السلام وأجاب. صحيح أن الذي عقرها رجل واحد، إلا أن الله تعالى عمهم بالعقاب، العقاب شمل الجميع. لما عمهم بالرضا، الكل رضي. ارتكب الجريمة رجل واحد لكن الجميع رضوا بهذا الفعل فأصبحوا شركاء. فإذا من يرضى بالفعل يصبح شريكا له، هذا يراه غدا في سجن أعماله ويفاجأ. بالمقابل أيضا إذا أنت رضيت وأحببت فعلا حسنا تصبح شريكا في الأجر، لهذا سيف ذو حدين. أيضا كمثال على هذا الشق الثاني هو ما قاله جابر بن عبد الله الأنصاري لما وصل إلى قبر الإمام حسين سلام الله عليه وسلم عليه وعلى الشهداء الذين قتل معه، وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين، أشهد بأننا شاركناكم بما فعلتم. هذه عبارة لفتت نظر عطية هذا اللي كان معه، أنه قال له كيف تقسم؟ عرف رضا لم يقسم. كيف تدعي أنك شاركتهم بما فعلوا أو أننا شاركناهم ونحن لم نصعد جبل ولا ننزل واديا والقوم فرق بين رؤوسهم وأجسادهم، أولادهم
حيثنا نساء أرامل، فكيف تدعي بأننا شاركنا؟ ذكر له هذا الحديث بأنني سمعت عن حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب قوم حشر معهم، ومن أحب فعل قوم أشرك فيه معهم، وأنا والله أحببت ما فعل أصحاب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا هذه واحدة من الأمور التي تصلح كموعظة لإحياء الضمير، النفس اللوامة، الفطرة، العقل، وهي أن يفكر الإنسان بأنه يوجد كتاب سجل يدون فيه كل فعل كبيرا كان أم صغيرا. طبعا الفطرة قد يعطل عملها بما يعبر عنه في المنطق بوجود المانع. بيقولوا المنطق العلة التامة لابد لها من مقتضي دافع ومن عدم وجود مانع. صحيح أن الفطرة تدفع نحو الأمور الخيرة، لكن قد يوجد موانع، هذه الموانع تمنع الفطرة من أن تعمل عملها. بيقولوا المنطق حينئذ لا تكون العلة تامة، معلوم ما بيحصل. وأهم الموانع التي تمنع الفطرة من أن تعمل عملها التعلق بالدنيا المحرمة. لذا قيل بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا هي تكون في الأعم الأغلب المانع لدوافع الفطرة السليمة والعقل السليم والنفس اللوامة أو فلتسمى الضمير كما قلنا. فإذا في الدرجة الأولى حتى يتم العدل في المجتمعات مع وجود هذه النوازع للشر، يأتي دور الأنبياء ومن يأتي من بعد الأنبياء من أوصياء من وعاظ بأن يقووا عند الإنسان دوافع الخير لتتغلب على دوافع الشر، وينتصر الإنسان في هذه المعركة. أيضا من الأمور التي لا بد منها هي مسألة تبني المجتمعات بهذه القيم الإنسانية النبيلة والقيم الدينية، لأن الآية ذكرت لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا دور المجتمع كمجتمع. أيضا من باب الأمور النظرية هناك دور للأسرة، دور للمدرسة، دور للمجتمع بكل طبقاته الفاعلة في تبني هذه القيم التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن هنا طبعا في الكثير من الشواهد التي تدل على هذا القيام الجماعي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا لا بد من وجود قانون. هذا القانون مع وجود قوة، هذه القوة ترجع من يريد أن يخالف أو يفسد، لأن هذين الأمرين متقدمين لوحدهما ربما لا ينفعان، لأنه قد تتغلب نوازع الشر ولا يعتد الإنسان بالقيم من حيث الأمور النظرية ولا بالقوانين. للأسف على الإطلاق في الكثير من المجتمعات حتى المجتمعات الإسلامية هل ينقصها قوانين أو وعظ؟ ما شاء الله في وعظ كثير أجملتكم في البلاد الإسلامية، ولكن هذا الوعظ لا يفعل فعله، لا يؤثر. ليش؟ السبب؟ السبب لا يوجد قوة ترجع تطبق هذا القانون، بمعنى أن المخطئ يعاقب. هذا نظام العقوبة هو الذي يجعل الأنظمة تسود. في الكثير من البلدان الإسلامية يوجد قوانين مثل البلاد الغربية، ويمكن جايبينه من البلاد الغربية، يمكن يكون أرقى. طيب ليش ما لا يطبق؟ سواء على سبيل المثال قوانين السير مثلا، أو
المشاكل الكثيرة التي يعاني منها أو تعاني منها المجتمعات الإسلامية، وجود نفايات مضرة، عدم وجود كهرباء، ماء، عدم الالتزام بالقوانين. يعني نحن ببلادنا ما في قوانين، في قوانين مثل هون يمكن أفضل، لكن الفرق أنه يوجد هنا قوة تعاقب على المخالفة. نحن عندنا مثلا تدفع مبلغ من المال يجيك على البيت دفتر السوداء قبل ما تعمل امتحان، يمكن ما تكون بتعرف السوق أو الكثير من التفاصيل ما بتعرفها. إذا خالفت مخالفة معينة، ضابط أو ما شابه، بتتدخل جهة معينة وبيسحبوا لك الضابط، والضابط بتعاطى، بعدين يوقفوك، بيدخل حدا، بيمنعوه من أن يسجن أو ما شابه. عندنا قوانين، لكن لا يوجد تطبيق، لا يوجد قوة تربع. في الأنظمة الدينية يوجد قوانين، عندنا حدود ورد فيها نصوص، بعض الجرائم لها عقوبات حددتها الشريعة اللي يسموها حدود، وأيضا هناك حق للحاكم الشرعي ما دون الحدود أن يرى ما هو العقاب المناسب. بالفقه هذا يسموه تعزيرات. إذا يوجد تعزيرات يحق للحاكم أن يمارسها، يوجد حدود منصوص عليها في الشريعة لا بد وأن تطبق. لذا البعض يستفيد من هذه الآية: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد كناية عن هذه القوة التي تربع المخالف من أن يخالف. فمن هنا المشكلة عندنا ليست كتطبيق عدالة اجتماعية، وكما قلنا هي من أهم الغايات التي جاء بها الأنبياء والرسل. ما عندنا مشكلة نظام. النظام الإسلامي من أرقى الأنظمة على الإطلاق، مش من باب التعصب لأننا مسلمون، لا، لأن هذا النظام وضعه الخالق، وضعه الله سبحانه وتعالى. بينما الأنظمة الأخرى بيعبروا عنها أنظمة وضعية وضعها الإنسان، والإنسان حتى لو كان عاقلا ومتعلما مهما على شأنه، هل يرقى القانون الذي يصنعه الإنسان يضعه الإنسان إلى القانون الذي وضعه الخالق؟ بالبداهة لا. فنحن عندما نتغنى بقوانيننا بأنها قوانين إلهية، لكن للأسف لا تطبق. وواحدة من أهم أسباب عدم تطبيق القوانين في البلاد الإسلامية عدم وجود قوة تردع، وإن وجدت فإنها لا تمارس الردع. هذه هي المشكلة التي تكمن، ما بنصنا لا ورد ولا مفاهيم. الكثير من الناس يعلمون الخطأ، مش إنه ربنا حدا يدلهم، ما عندهم مشكلة إنه بالجهل بالحكم أو بتشخيص الموضوع، لا، يعلمون الحكم ويشخصون الموضوع ويمارسون الخطأ. ليش؟ ما في شيء عم يردعهم. من هنا قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى الحد حدا. لابد من تطبيق القوانين، وأظن بأن هذا هو لب المشكلة التي نعانيها للأسف. أنا لا أمكن أنه قد يوجد جهل بعض الأحيان في بعض الأحكام، أو عدم الفهم الصحيح لتشخيص الموضوعات. ممكن توجد حالات إنه الإنسان يخطئ لأنه جاهل بالحكم، أو يعلم الحكم لكن يجهل بتشخيص الموضوع. يوجد، لكن يوجد قسم كبير مع علمهم بالحكم وبالموضوع فإنهم للأسف يخالفون. أما لو كانت هناك قوة تربع على اللي يلتزم بالقوانين مثلا، هون في أوروبا بشكل عام، يعني شو اللي خلاه يصير هذا الشخص من نفس البيئة مثلا من لبنان حسب المثال، إنه بلبنان بخالف، هون بيجي ما بخالف. ليش؟ هون الضبط بيوصل على البيت بأمور نقطة مش عارف شو من دفتر السويق، يعني يعاقب بطريقة أو بأخرى، ما في مزل. هذه العقوبة هي التي تجعله يلتزم إلى أن تصبح عادة، ربما تصبح عادة فيما بعد. وبصير إذا راح على لبنان وشاف حدا مثلا عم يكذب له شيء محرم من الصيانة بيتأذى. ليه؟
صارت عنده عادة المسألة، هذا أمر جيد، لكن بالأصل هو عايش ببيئة لو بقي في لبنان لمارس المخالفة كما يمارسها غيره من أبناء بلدته وإخوانه ومشاركه. فواحدة من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان المواطن بشكل عام يلتزم بالقوانين هو هذا نظام الرقوبة إلى أن تصبح سجية عنده هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يمارسون هذا النظام الإلهي الذي نعتقد به حتى نحقق تلك المهمة التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل، ألا وهي إقامة العدل في المجتمعات. الله صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة تخصص للقاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه، هذا الشاب الذي لم يكن قد بلغ الحلم عندما سمع عمه الحسين يطلب الناصر، جاء إليه قال له لبيك يا عم يا أبا عبد الله. الإمام حسين يعز عليه أن يأذن له وهو البقية من أخيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لكن قالوا بأن القاسم جعل يقبل يدي أبي عبد الله الحسين، وذكر له أن هناك وصية من أبيه الحسن بأن إذا رأيت عمك الحسين بأرض كربلاء وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرته. فاحتضنه الإمام الحسين وبكى يا صاح حسين يا جاسم نيتكم وحدي الله، بس انت جاء القاسم وابن النساء والأطفال، فخرجنا من المخيم، هذه احتضنته تلك تعرضت بردائه وتلك قبلته إلى أن خرجت أمه رملة والخيام مدهوشة طلع الشبان لو شفتي
ثم توجه إلى ساحة الحرب ونقل هذه الأحداث حميد بن مسلم. قال: هذه المرة برز إلينا غلام لم يبلغ الحلم، وجهه كفلقة القمر، بيده السيف يضرب به قدما قدما، وهو يعرف عن نفسه: إن تنكروني فأنا أجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا صفو صوب نزل قتل منهم مقتلا، بين هو يقاتل انقطع جسمه عليه انحنى في ساحة الحرب ليشدها، فاغتنمها اللعين الأزدي فرصة سام، جاء إليه من ورائه ضربه على رأسه فهوى إلى الأرض مناليا عما هبى عبد الله لابنه رحم الله مات قاصصا. سحر الله قلب الحسين، قال: جاء إليه مسرعا، وصل إليه على الغبرة، لكن لما انجلت الغبرة رأي الحسين يتفحص برجل الغلام وهو يقول: يعزو الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. ثم حمله الحسين وجاء به إلى المخيم، ورجاء القاسم سخط في الأرض، حف حسين صدر صدر جسام، الشبك فاق وجاب عند الخيام، يسير الصدر ودموعها وضعه إلى جنج ولده علي الأكبر، جعل تارة ينادي وعليا وأخرى ينادي وقاسما. بكعدهم يا ويلي وهو موت، لما سمع من نسوان صوت اجترب لا تصح الله اكرم، ولو ما يجاسي
رحم الله من يطول الفاتحة.